كل الترتيبات الآن جاهزة، وبقت لنا الآن في رانا في مرحلة تعويض، راح نبدأ تعويض كل اللي عندهم من ممتلكات وقطع أراضي في المنطقة. التعويض راح يكون حسب الأسعار السارية المفعول في سوق الليموبيليي في ولاية بجاية، وراح إن شاء الله نكمل العملية وننطلق في المشروع قبل نهاية سنة 2023. الحمد لله شفنا تجاوب كبير اليوم من عند النواب، من عند الممثلين الجمعوي لا سوسيتي سيفيل.